رايحين لنربح مثل ما قلنا من قبل، رايحين لنربح وحنأرجي هالجمهور اللبناني اللي رايح على الامارات من لبنان، وواصلين لابعد من هيك بكثير ان شاء الله. في منقدم مستوى كثير رائع كرمال للجمهور اللبناني، وان شاء الله باذن الله بتوقع انه بنربح ان شاء الله، لانه في جمهور كثير كبير عم بيوكبنا، ان شاء الله بنربح. بالنسبه للاستعداد استعدادات تاعتنا مع الكوستي وبوكير، ان شاء الله يكون الفريق على قد الحمل باذن الله، رايحين نحن نحقق الفوز ونرضي الجماهير الوفيه. المعنويات كثير منيحه، معسكر منيح، تحضيرنا كثير منيح، ان شاء الله ما لنا الا الربح، هدفنا نوع الدنيا ان شاء الله، ولاقونا بالملعب لنكون موجودين كلياتنا ان شاء الله. هذه كانت آراء أول مجموعة من لاعبين المنتخب. المجموعة الثانية كانت عم تضم موني حسن شعيت وعباس عطوي الآتي من الإمارات المعتز بالله الجنيدي والحارس محمد حمود. خلينا نشوف كمان شو كانوا عم بيقولوا. احنا عم نتحضر وإن شاء الله نفوز مفاجأة كبيرة، وحنعد الجمهور بالتأهل إن شاء الله وبالفوز. هاي المباراة بتكفي كل الفرحة اللي كانت. بتمنى من كل اللبنانيين الموجودين بدولة الإمارات واللي جاي من لبنان يشجعونا، لأن احنا بحاجة لهم، لأنه هن اللاعب رقم 12، وإن شاء الله بإذن الله نرجع بفرحة كتير كبيرة التأهل والفوز إن شاء الله. نتوقع إن شاء الله انتصار لمنتخبنا، ونحن جايين لهون عشان هالغرض، ما عندنا حل تاني يعني، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن ظن الجمهور فينا وكل الشعب اللبناني. كل جمهور لبنان إنه يواكبنا بالإمارات، إن شاء الله بنتأهل بـ13، مش بتعادل ولا بشيء ولا بخسارة، ونطلب إنه تابعونا على القناة الجديدة إن شاء الله. معنويات عالية كتير والنفسية مرتاحة بين اللعيبة، وهينا هون معسكرين بقطر عم نتحضر جسديا ونفسيا يعني للمباراة، وبوعد الجمهور اللبناني انه باذن الله يعني بنقوم باخر خطوة وبنتأهل لدور الحاسم ويكونوا حدنا ويشجعونا، وباذن الله نتخطى هاي المرحلة صح. نحن جاهزين للمباراة ان شاء الله باذن الله ماتش الامارات، نحن عم نتحضر صح للمباراة، وبدا الجمهور اللبناني ليحضر المباراة بيواكبنا بقوة. يعني اكيد يعني محمسين كثير وعم نعمل كل جهدنا بخطة الكابتن بوكير، وان شاء الله حتكون نتيجة ايجابية لنا بالماتش، مش بس تأهل، ان شاء الله تكون نتيجة ايجابية كمان. وللبنانيين؟ للبنانيين يعني ما بدنا نقول لهم، هن عم بيعملوا اللي عليهم واكثر، يعني عم بيجوا على الامارات وفي بلبنان يعني اهتمام كبير، ان شاء الله يكون قد المسؤولية. كل اللاعبين مركزين على الماتش، وكل واحد بيعرف دوره بالماتش من 29 شباط، وان شاء الله الجمهور اللبناني يكونوا معنا ومربحوا الماتش وتأهلوا على اخر فاز الكاليفيكاسيون. طبيعي الحمد لله المعنويات كتير ممتازة، والشغل على اعلى مستوى، الشباب عم يتعبوا كتير، عم تمرن صبح وبعد الظهر، عم تمرن كتير منيح، لانه المهم اللي جاي صعب كتير وكلنا عارفين شو جاينا يعني. فبطمن جميع اللبنانيين انه المعنويات كتير عالية، لانه رجعوا مبسوطين على بيوتهم، نعملوا مباراة كتير مهمة، نتمنى منهم انه يشجعونا باكبر الاعداد ويأزرونا ويدعونا. بقول لك الام اللبنانيه تدعينا من كل قلبها ولنحقق الربح، لا من دونه نحن ما بنسوى شيء، ان شاء الله نحقق لهم اهم نتيجه. طيب بوعد جمهور لبنان بثلاث نقط باذن الله، مش بنقطه واحده، نحن رايحين نعمل بطل مجموعه، بنوعد الجمهور اللبناني انه يشجعنا نهار الاربعاء ويضلوا معنا، ونحن ما راح نخيبهم املهم باذن الله لنتاهل على الدور الاخير ونكون بطل مجموعه باذن الله، وبالتوفيق للعيبه ومعسكر بتاع معسكر قطر جيد كثير جدا مع الكابتن بوكير وكابتن وسام. اكيد بعد ماتش كوريا كان ماتش كثير خيالي، فلما نكب هالجهود هيدي كلها برا، وخاصه في جمهور لبنان ناطرنا يعني طبعا نحقق الفوز، اكيد ما حيكون مش سهل لانه الاماراتيين ما حيرضوا كمان بالخساره وعلى ارضهم، فان شاء الله يا رب متفائلين بوجود اللاعبين وبالمعنويات العاليه. اول شيء عم تشوف مثل ما عم تشوف التحضير عم بيكون كثير منيح، بتوقع انه نربح الماتش، نازلين نحن نربح الماتش، بوعد الجمهور اللبناني انه نربح الماتش ونتاهل دور ثاني اذا الله راد. اول شيء مثل ما شايف يعني لكم يومين ثلاثه معنا، بهاليومين ثلاثه عم نعمل تحضيرات كثير منيحه ومهمه، متهيئين لهالمباراه، وما في يعني ما فيني اتوقع لك المباراة، بس فيني اقول لك انه الشباب يعني همتهم كثير قوية وعالية ليروحوا يفوزوا بهالمباراة، لانه بتعرف انت يعني ربحنا او تعادلنا بنقدر نتأهل يعني. ومثل ما قال الكوتش تيو، نحن رايحين على الامارات وحاطين براسنا الفوز، مصممين على الفوز، وبس نسعى على شيء الله معنا، الله بوفقنا بنحقق هيدا الشيء. كل الشباب بهالمعسكر اعطانا دفع معنوي كثير،
ومن خلال التمارين، والكل ورانا والجمهور ورانا والإضاءة والاتحاد ورانا، فلازم نروح ونحقق النتيجة المرجوة مننا وهي الفوز لحتى نضمن التأهل، وإن شاء الله منحققها بإذن مباراتنا هاي الحاسمة حتكون ما حتكون هينة أنا برأيي، لأن منتخب الإمارات بتعرف ما عم يلعب لأي شيء بالمجموعة، هو طالع من المجموعة طالع، فهيدا الشيء يمكن بخفف من ضغطهم داخل الملعب، بس هيدا الشيء أكيد ما بيمنع من يعني لاعبينا أنه دائما عم بيكون عندهم تركيز عالي بكل المباريات. واجهنا أكبر منتخبات العالم هي منتخب كوريا وقدرنا نفوز عليهم، فتحضيرنا حيكون تحضيرنا عم بيكون كتير جيد. صحيح أنا التحقت بالمنتخب مؤخر بس دائما على تواصل. منتخب لبنان قدم مباراة، قالوا لي منتخب العراق أمام منتخب العراق قدم مستوى جيد قدرنا نفوز فيها. هلأ في عنا كمان مباراة تحضيرية، فإن شاء الله يا رب مباراة منتخب الإمارات بتكون بنتيجة جيدة وتأهلنا بيكون فخر للبنانية كلهم. شو بتقول للجمهور اللبناني؟ يعني ما في شك اللي شفته أنا بلبنان بصراحة ما شفناه من فترة طويلة بلبنان، أثبت جمهورنا الكبير جمهورنا الوفي انه وين ما كان عم يلعب لبنان بتلاقيه انه مرافقهم بحماسه الجيد، فان شاء الله يا رب هاي المباراة بنرفع له راسهم فيها، بنرفع راس لبنان، وجودهم معنا بأبو ظبي حيكون له تأثير كبير بفوزنا ان شاء الله. أكيد حتكون مباراة كتير صعبة لإلنا، الإماراتية ما في عليهم ضغط أبدا، نحن بالعكس الضغط حيكون علينا، مباراة حاسمة لإلنا إن شاء الله. عم نجهز لجهزنا كتير منيح، قدرنا أنه نوصل لهذه المرحلة إن شاء الله، ما حنضيع هذا الشيء من إيدنا، حنطلع كل الناس اللي ساعدتنا اللي وصلتنا لهون، كان لهم فضل كتير، إن كان كجمهور كأعلام أهالينا كل الناس إن شاء الله بيكونوا مبسوطين، حنعمل كل شيء علينا والتوفيق من الله إن شاء الله. أكيد جينا على الإمارات نفوز ونرجع بثلاث نقاط ونرجع أقل شيء متأهلين على دور الثاني بإذن الله. مباراة حتكون صعبة، منتخب الإمارات منتخب جيد صحيح، وإحنا منتخب الإمارات في لبنان، بس ما كان حدا متوقع عملنا مفاجأة حلوة. بتمنى الشباب يهتموا أكثر بهالمباراة لأنه حتكون مباراة صعبة كتير ما حتكون سهلة، ونعطي نلعب من روح من قلبنا ومن روح في طالية، بالأخير النتيجة بتيجي من عربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. أنا كتير زعلان ما حلعب هالمباراة ضد الإمارات، كنت حابب أنا حل ألعب محل بهالماتش بس ما سهل ما حلعب، بس هذا الشيء بيرجع للكوتش ما لإلي، إنه الكوتش حيشوف من حيلعب هالمباراة، يمكن عمل مباراة تجربة اليوم ضد فريق نادي النصر، بيجرب كمان لعيبة تاني من حيلعب محلي هالمباراة، وبتمنى اللي حيلعب مركز يلعب مباراة جيدة وقدم مستوى حلو، وإن شاء الله حقق نتيجة مع المنتخب بإذن الله. كمان على خلفية مباراة الذهاب، وين بتشوف نقاط قوة بمنتخب لبنان ممكن يستغلها بلقائه مع الإمارات، وين ممكن يكون نقاط قوة بالإمارات ممكن نحن نتفاداها؟ اكيد منتخب ما قلت لك منتخب الامارات يمكن لما كنا كمجموعه عندهم اول شيء دوري احسن من الدوري اللي عندنا، عندهم لعيبه كمان لعيبه مستوى عالي، بس اللي حيساعدنا كثير هلا عندنا كمان ثلاث لعيبه عم يلعبوا الدوري الاماراتي هونيك، ممكن صار يفهموا على المنتخب الاماراتي على الفوتبول الاماراتي اكثر، ممكن يساعدنا اكثر بهالمباراه باذن الله. اخيرا شو بتقول للجمهور اللبناني؟ ان شاء الله نحن ناطرينكم اكيد بالامارات، انا متاكد بحياتي كنت بلبنان ثلاث ايام بحياتي ما شفت الجو والعالم بالشارع اللي وقفتني اللي سلمت علي واللي حكتني عن المباراه، ولبنان كلها عم تحكي بهالماتش، ان شاء الله بديش اقول نوعيتكم، بتمنى كل لبنان بيربح لانه لبنان كله عم يلعب، بس نحن نربح هالمباراه نرجع كل الموجودين بابو ظبي يرجعوا على لبنان مبسوطين، والكل موجودين بلبنان اللي عم يحضرونا على التي في واللي عم يشجعنا ان شاء الله نخليهم كلهم مبسوطين بالتاهل باذن الله، هو اهم شيء تاهل، مش بس كل فوز هو كثير حلو، كمان تعادل بأهلنا، فبتمنى نتأهل على دور الثاني لأول مرة بتاريخ الفوتبول اللبناني.